يسعد صباحك يا علا. صراحة أنا مع وسط الأسبوع يعني ما أعرف، حسيت إن طاقتي راحت، أحتاج ريلاكس، أحتاج أشياء. فأنت اليوم جهزت لنا أشياء بسيطة أو معلومات بسيطة إنه تخلينا مثلا يعني ناخذ راحتنا ونسوي ريلاكس، نريح أعصابنا، نريح أعصاب. بعتقد فينا كلنا نتفق إنه الزمن اللي عايشين فيه غريب عجيب. بعتقد إنه كمان لازم نعتني قد ما فينا بصحتنا وبنفسيتنا حتى نقدر نتجاوب مع متطلبات الزمن اللي نحن عايشين فيه، ورتم الحياة السريعة اللي ما نلحق على شيء بالضبط، ونتعامل مع الستريس بطريقة شوي صحية أكثر. فكتير مهم نعتني بنفسنا أو نعمل شيء اسمه سيلف كير. ما ضروري يكون شيء كتير ملبك أو كتير مفزلك، فينا بكل بساطة بالبيت نعمل كم شغلة هيك يريح قلنا أعصابنا فيها. أول شيء بدنا نعمله اليوم هي حديقة صغيرة لقلنا بالبيت فينا نهرب عليها، نريح أعصابنا، نفضي بالنا بكم شغلة كتير بسيطة. ناخد مرتبين فاضي، المهم أكيد أنه يكون نظيف. إذا بدنا نوقفه على جنبه مش على الكعب تبعه، فينا نحط عيدين حتى يثبت هيك، هيك بيصير بيوقف المرتبين بدون ما يقلب بهالطريقة. منحط فيه رمل، بحص، أي شيء صغير تا يمتص الرطوبة بهالطريقة. والله حلوة الفكرة، يعني الفكرة أنه إحنا أصلا نشتري هذه الأشياء من برا بعض الأحيان وما نحس أنه بالبيت. هو سهلة. الزراعة كمان من أحد الأساليب اللي بيوصفوها للعالم تريحوا أعصابهم، هي الزراعة شيء بيسلي وبيرخي الأعصاب. فنحن فينا نعمل هالحديقة الصغيرة نهرب عليها وقت اللي يكون عندنا وقت شوي هيك نكسبه لحالنا، فينا نقعد نسمع ميوزك، نقرأ كتاب مع فنجان شاي. سو نغير جو، نغير جو بالضبط البيت اللي ممكن تعبنا شوي بالضبط. سو بنحط اللي عنده اولاد، يعني صراحه اولاد ما بعرف اذا الواحد يعني فيه يهرب على عليك المواجهه يا لا يعني ما شاء الله عندك كم ولد؟ عندي ولدين بس صبيين وصغار، ففي عجقه بالبيت. ايوه هيدي الشيء انا عملته اكيد عندي بالبيت وبيعرفوا وقتها. اجا وقت ماما خلاص، هيدا وقت ماما بدها تقعد تروق أعصابها فيه. حلو. سو منزين هالمرتبين ببحص حجر، طحالب، فينا نشتري طحالب حتى نحطهم فيها، ومنحط أي نوع من الزريعة يلي ما كتير صعب إنه نعتني فيها، مثل الساكيولنتس يلي بسمون الساكيولنتس أو النباتات يلي ما كتير بحاجة للسقاية أو المي كتير. حلو. منحط هالمرتبين هيك عنا بالبيت بأي ركن من البيت، صار عنا محل نقدر نروح نحن نريح أعصابنا فيه، نعمل الهواية يلي بترخي لنا أعصابنا، وعنا هيك منظر حلو بيساعدنا على الاسترخاء. هلا بما انه هربنا على الحديقه نريح اعصابنا فيها، كمان بدنا نعمل مثل مخده دافيه بنحطها على كتفنا. حلو. حتى نريح العضل اللي بيكون متشنج على ستريس. صح. الفكره كثير بسيطه، بناخذ بتعرفي قد ايه دائما في عندنا بالبيت كلسات بتروح الفرده تبعهم وبيختفوا. انا عندي منها كثير صراحه، بعتقد كل بيت في منهم شتويه. سو اللي بنعمله بناخذ هالكلسه النظيفه اهم شيء، بنحطها على كبايه وبنعبيها رز وخزامه. خزامه معروف عنه انه بيريح الاعصاب، رائحته بيستعملوها من ان كان من خلال الزيوت او ان كان من خلال الورد هو ذاته. بنحط الرز والخزامه بنعبيهم بقلب هالكلسات. احنا عندنا ثلاث دقائق تقريبا. سو لكن بورجيكم من الاخر انه بيصير شكلها هيك، بنحطها بالمايكرويف دقيقه او دقيقتين بس ليحمى الرز شوي، وفينا نحطها على كتفنا بهالطريقه ريحنا اعصابنا. ريحه اللافندر او الخزامه كثير 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 بتريح كمان. فقعدنا بجنينتنا حطينا المخده تبعنا الدافيه على كتفنا، ريحنا اعصابنا. فينا كمان نعتني ببشرتنا شوي بانه نعمل سكراب أو كريم مقشر للجلد حتى تنتعش بشرتنا ونرطبها شوي. منحط زيت جوز الهند، منخلطه كمان مع زيت الخزامة. حتى ريحتها مرة حلوة، ريحة الخزامة بيستعملوها بالسباز ومحلات المساج. صح. كرمال أنه هو معروف عنه قديش أنا بعض الفنادق بعد لما تدخلين تحسين هذه الريحة موجودة بعد. بالضبط. سو منحط خزامة كمان من الورد بقلب هالخلطة، وأهم شيء مندق قشر الجوز. حلو. قشر الجوز اذا دقيناه كثير منيح بصير بودره مثل هيدا هيك، بنخلطها مع زيت جوز الهند والخزامه وبنحطهم بالبراد
بيصير شكلهم لما يبردوا جوز الهند بيقسى، بيصير شكلهم مثل هيدا السكراب. حلو. شوفي شكله كيف وشمي ريحته قد ايه حلوه. هيدا السكراب اذا بنحطه على جلدنا هيك بيعمل تقشير خفيف على الجلد وبيرطب الجلد. والله جميل الروائح بعد الحلوة. وفرد مرس بيصير الواحد حاسس حاله قاعد بجنينة، حدا عم يعمل له مساج وعم بيشم ريحة الخزامة ومريح أعصابه. كلهم هدول قصص بياخذوا يمكن منا شي 10 دقائق نعملهم. علا أنت إيش أكثر شيء تحبينه؟ إنه أنت مثلا تسترخين تحطين زي ما نقول وش اسمها؟ المخدة تبع أو أنه تسوي سكراب وتجلسين تروقين. أنا أحلى شيء عندي من هدول الثلاثة هو أول شغلة ورجيتكم إياه يلي هي الجنينة الصغيرة، لأنه بحب يكون عندي ركن خاص لإلي بالبيت فيني روح أهرب عليه فضي بالي، ما ضروري يكون عم بعمل شيء كتير مهم، بس أنه أخذت وقت لإلي لأقعد أرتاح استرخيتي وصفيتي ذهنك وروقتي زي ما بس ريحة اللافندر كمان ريحة الخزامة كثير حلوة صراحة. أنا أحتاجها يعني، أنا يمكن أخذ منك هذه اليوم أسترخي فيها، لأنه فعلا بعض الأحيان ننسى نفسنا، ننسى أنه إحنا ناخذ لنا وقت خاص فينا، الأمهات خاصة بالأخص الأمهات، أنه ما نقدر يعني نوفق بين بيتنا وبين الحياة السريعة وشغلنا ونرجع ما نسوي ولا شيء عشان ما نقدر نروح مثلا نسترخي في مكان. صح. شكرا لك علا، يعطيك ألف عافية.